طيب ناخد الاستاذ ناصر من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسام، اهلا وسهلا استاذ ناصر. ازيك يا استاذ حسام؟ الحمد لله بعد نعم اذنك، وفضل. بعد اذنك اكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضل يا استاذ ناصر اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. اللهم امين. احنا وسيادتك. بعد اذن حضرتك يا دكتور، بيحصل لي انتفاخ في مقدمة الرأس كده. هنا؟ في مقدمة الرأس. بيحصل ايه بقى؟ انتفاخ في المقدمة كده. طيب في جبهة كده. طيب احساس بالانتفاخ ولا فعلا لما تبص في المرايه تلاقي في انتفاخ؟ لا انا بحس بيه، لما بيرتفع معايا بحس بجبهتي بترتفع كده. لا بتحس يعني احساس بانتفاخ مقدمه الراس صح؟ ايوه. سن حضرتك كام سنه؟ انا 43. وزنك كم كيلو؟ وزني 95. طيب القصه دي بقى لها قد ايه؟ القصه دي يعني ما بتجينيش الا في الشتاء يا دكتور، يعني في الصيف طول ما انا عرجان والعرق شغال الجسم حلو. طيب اتفضل اقفل وانا هرد على سيادتك. شكرا شكرا استاذ ناصر. هو الاحساس ده ممكن يكون في هناك جيوب انفيه موجوده في مقدمه الراس في المنطقه اللي انا بشاور عليها دي، وهي مش جيوب انفيه، هي دي عباره عن فجوات لها يعني قنوات بتفضي في التجويف الانفي، ودي فايدتها انها تخفف من وزن الجمجمه، لان الجمجمه دي عباره عن هيكل عظمي صلب، فلو فضلت ربنا سبحانه وتعالى محطش فيها هذه التجاويف هتبقى تقيله قوي. وده واحد. اتنين، انها بتغير نغمه الصوت، بتعمل حاجه اسمه صندوق الرنين. ولذلك لما الواحد يجي له برد او يكون عنده التهاب في الجيوب الانفيه مزمن صوتهم بيبقى بايظ، واخد بالك؟ فانا اعتقد ان ده سببها، ولزيامه اللي شد انتباهي انها بتيجي في الشتاء، فدايما بتيجي في الشتاء. تمام. هو ممكن يستعمل حاجات بخاخات للانف، والبخاخات دي ما انصحش بيها، انا اديها له هنا لازم الضغط اطمن انه يكون كويس. او في قطره اسمها رخيصه اسمها بريزولين. بروزولين. نقطه في المناخير دي وفي نقطه في المناخير دي، ده الكلام ده لو كانت بتيجي متكرره. طب افرض غير متكرره، ما انا استحسنش نستعمل حاجه خالص.